مقدمة، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتعليق حلو زيكم. اخواتي جيكم اليوم بفيديو جديد ومميز، بيحكي عن منطقة فلو، تبعد عن مدينة سترين تقريبا 15 دقيقة. وهي المنطقة هي الوحيدة الموجودة هون انه فيها كزراعة، مزارع تفاح، مزارع نجاص، مزارع خوخ، مزارع انه كذا شغلة. عرفتوا علي؟ يلا نبلش هلا هون بمزرعة التفاح هي الحلوة. ما شاء الله. وكان صراحة أجمل مزرعة تفاح أنا زرتها بالنرويج. شوفوا ما شاء الله. وكان طبعا هي مزرعة كثير كبيرة، يعني لفوق تقريبا لنص الجبل، و فيها تقريبا كثير فواكه، فيها تفاح، فيها نجاص، فيها خوخ، فيها كرز. مثل ما شايفين هلا عم الشباب هون عم يحوشوا. يعني موسم التفاح هلا عم يحوشوا. طبعا هذا التفاح النرويجي. شيء جدا جميل ما شاء الله. الدنيا مطر والشباب عم يشتغلوا الله يعطيهم العافية تحت المطر. نشوف نوعية التفاح هيدي الثانية، هي غير نوعية طبعا. شايفين ما شاء الله. وكان بنذوق طعمها، واو عن جد واو، طعمها انه مميز.